السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. النهاردة حلقتنا حلقة خاصة عن المرأة اللي زي ما تعودنا معاكم طبعا هي جزء أساسي في برنامجنا. النهاردة عندنا أكتر من فقرة هنكمل معاكم موضوع التدريبات الرياضية للمرأة في البيت اللي لازم تبقى جزء أساسي من برنامج المرأة اليومي، وهنشوف كمان طرق بسيطة إزاي الست ممكن تعمل بيها رياضة حتى لو في بيتها على الأقل. ومعانا كابتن كوكي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك استاذه دعاء، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بحضرتك. واحنا عايزين نبدا معاكي، واول فقره من حلقتنا النهارده عن الرياضه. عايزين نفكر كده معاكي مشاهدينا بالحلقه اللي فاتت. أيوة. اديتينا برضو شويه تمرينات للست في البيت. اوكي، بحيي كل السيدات والرجاله وكل المجتمع. هنتكلم بسرعه كده. اول حاجه نوهنا عنها اهم الميه، واتفقنا ان الصديق الوفي ازازه المايه اللي ما تتسابش من الايد. ما عنديش اي مبرر يخليني ما اعملش الرياضه، حتى لو انا عيانه هقدر اعمل في الحدود اللي مسموح لي بيها علشان اساعد نفسي على الشفاء. الرياضه، الجيم حاجه جميله ورائعه ومبدعه، مش هنخوض فيها كتير، لكن انا ما عنديش ظروفي ما تسمحش ان انا انزل الجيم. احنا اتفقنا انا ممكن العب وانا قاعده، وشفنا في الحلقه اللي فاتت الطرق اللي ممكن نتحرك بيها واحنا قاعدين، وشفنا ازاي نتحرك واحنا واقفين، واستخدمنا تولز بسيطه جدا وموجوده في البيت، ازازه الميه وازازه فيها رمل، وكل ما المستوى بتاعي بيعلى انا ممكن ازازه الرمل ازود عليها شويه ميه فوزنها بيتقل. واتفقنا على ان من الحاجات المهمه جدا جدا ان انا اتبع الطرق السليمه وانصت لجسمي واستشير اهل العلم، وقبل ما اعمل اي حاجه لازم اطمن على ان انا سليمه صحيا، وايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. ما اسالش صاحبتي ولا عيني تيجي ناحيه صاحبتي هي بتعمل فانا لازم اعمل زيها، ده مرفوض وده مش صح. استشير اهل العلم، استشير المختصين في هذا المجال. عندي مشاكل صحيه بلجا للطبيب بتاعي هو اللي يقول لي اعملي ده او ما تعمليش ده. اقدر اشتغل وانا واقفه وانا قاعده وانا نايمه. عندنا طرق بسيطه جدا جدا وسهله جدا وتناسب الكل. الحاجه الثانيه اللي انا حلفت النظر ليها في عجاله النفس. طريقه التنفس تقريبا تكاد تكون بالكامل خطا في حياتنا العاديه، في حياتنا العاديه. أوكي. في ناس اول ما بتتعلم النفس الصح بتبدا تقولك انا بصدع، انا بحس ان راسي جواها حاجات بتحرقني. ده حقيقه، لان نسبه الاكسجين اللي مدخلها الطبيعي الانف محتاجه اكسجين كتير، فطريقه النفس بتبقى مش مظبوطه. ثلاث ارباعنا بلاش كلنا بيتنفس من بقه. حتى في رتم اليوم العادي، وده مش صح. واحنا اتفقنا ونوهنا في التمرينات برضو ان على طريقه النفس وانا باخد حاجه وانا بسيب حاجه، فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا. هنشوف مع بعض تمارين برضو تانية ونعلق عليها. اوكي، وكلها تمارين تتعمل في البيت، في البيت ومنتهى السهوله. هادي حضرتك انا قاعده على الكرسي وبحرك حضرتك. الساده المشاهدين يركزوا على طريقه النفس، باخد النفس من الانف وبطلع النفس من الفم، وانا بتحرك لكل ده وانا قاعده على الكرسي. مش متطلب مني ان انا اروح الجيم، وده شيء مهم جدا اني اتحرك بدل ما اني افضل واقفه او قاعده او نايمه ما اتحركش. مفيش شك طبعا حضرتك فاكره أجدادنا وأمهاتنا مش كانوا دايما بيقولوا في الحركة بركة؟ أيوة صح. طب احنا عايزين البركة بقى ترجع تاني كده احنا الكسل كله جالنا. ما دي كارثة بقى، ما هي دي كارثة حضرتك، دي كارثة. الكسل ده يعني الأمراض كلها. أيوة. ومهم جدا، دي الصحة نعمة. الحمد لله الصحة نعمة، ربنا يديمها علينا يا رب. فإحنا مدام عندنا صحة حتى لو فيها شوية خلل نساعد إن الخلل ده ما يزيدش. بالعكس أنا أحاول أحسنه. الرياضة مهمة جدا 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 جدا. وبعدين ملهاش إمكانيات، يعني ما حضرتك لما تتناقشي مع حد يقول لك طب ما أنا ما أقدرش أروح الجيم. العب في البيت. بدل ما أنت قاعد على الكرسي العب في البيت، اتحرك. طب أنا شغلي طول اليوم قاعد، حرك رجليك وأنت قاعد. أنت مش معقول يعني طول اليوم أنت بتشتغل، مفيش حد بيشتغل طول اليوم طبعا، خاصة إحنا هنا في مصر ما بنشتغلش طول اليوم. مش هنتطرق بقى للامور دي، خلينا نتكلم في جزئيه الرياضه. ربنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، بس يبقى جوانا راغب. ايوه،
ما هو هقول لحضرتك إرادة كده. هو ده يعني حضرتك لو أي بني آدم زي ما هو حابب نفسه، أنا ده رأيي الشخصي. أنا حابة أن أنا أبقى حد سليم وربنا مديني صحة، طب ما أنا حافظ عليها، مش ربنا بيساعد اللي بيساعد نفسه؟ ولا نقعد احنا نقول يا رب اديني الصحه وانا ما بعملش حاجه، يعني يا ربنا بيقول لي اعملي وانا هساعدك، انا ما بعملش حاجه. ما تيجي يجي حد يقول لحضرتك إيه؟ ايه انا رجلي دي ما بتتفردش خالص، انا بيكون ردي، حضرتك بتعملي لها ايه عشان تتفرد؟ ما بعمل لهاش حاجه. طب ابداي اعملي شوفي هتتفرد ولا مش هتتفرد. يعني حاجات بديهيه كده. احنا اخر مرة اتكلمنا عن التمرينات واحنا قاعدين واحنا واقفين، فهنبدأ نتكلم نشوف واحنا اتفضلي حضرتك وكلها تمارين اي سن يعملها حسب الحالة الصحية زي ما احنا اتفقنا. اهي حضرتك انا واقفة بأمن نفسي ان في كرسي جنبي، بس لان في ناس التوازن بتاعها مش مظبوط بتبقى خايفة تقف، انا ايدي سند على الكرسي ببدأ احرك رجلي للجنب والجنب، وبرجع تاني واقول لحضرتك النفس مهم جدا، النفس ما انا في تمرينات للجزء اللي فوق وفي تمرينات للجزء اللي تحت وكلها سهله. شوفي حضرتك لمجرد حضرتك ما تتفرد القدم وتتشد مش ممكن مش هنحس بالتمرين. لا يمكن، في فرق. اللي انا دايما اقوله برضو التكنيك في التمرين، يعني الجوده احسن من الكثره، ان انا اعمل الحاجه بطريقه صح بدل ما اقعد اعملها نص ساعه وكلها غلط. انا تعبت نفسي على الفاضي. انا تعبت نفسي على الفاضي، عشان كده برجع تاني وبقول يا جماعه ما نسالش صاحبتي وما بصش على صاحبتي، هي بتعمل كده فانا هعمل زي ما هي بتعمل، مفيش حاجه اسمها كده. كل واحد غير التاني طبعا، كل ده بقى في الرجيم في الرياضه في كل حاجه في حياتنا والله. في كل حاجه احنا بندي بعض كل حاجه حتى الدواء. ما هي دي كارثه، ما هي حضرتك دي كارثه، واللي بيدفع ثمنها اللي بيتبع صاحبه او صاحبته. مفيش اسمه كده، حضرتك في حاجه اسمها كده؟ المفروض لا طبعا. بس احنا عندنا ما ينفعش، ما ينفع. هنا بقى لو حد كويس ما عندوش مشاكل ولا ركبه ولا ظهر، في ناس بتقول لك لا انا الريتم البطيء ده بتخنق منه، عند حضرتك الريتم الاعلى اهو. بصي حضرتك النفس، انا كده بشغل جسمي اللي فوق وجسمي اللي تحت الاثنين مع بعض، مش متوقفه على حاجه واحده اهو، كاني بجري. انا في ناس نشيطة شوية فالتمرين البطيء يخنقها. اهو في للي تقدري تزودي، وكل ما صحتك بتتحسن كل ما تزودي اكتر. بصي حضرتك للتمرين بتحركي كل حتة في جسمك. طب بصي يا كوكي، في ناس بتقول انه التمرين السريع السرعة دي زي ما بتقولي هما بيحبوها ليه؟ بيقولوا ان هي بتحرق. هقول لحضرتك على حاجة، التمرين السريع للدورة الدموية رائع. الدورة الدموية رائع، في ناس ممكن تلعب 4 ساعات ونسبة الحرق بتاعها ضئيل. في ناس بعد 20 دقيقة الاحتراق بتاعها بيطلع. دي عدة عوامل واتكلمنا فيها لو حضرتك تفتكري المرة اللي فاتت، في خريطة، في خريطة للصحة بتاعتنا. لو الخريطة دي مش هقول صح 100%، قدر الامكان انا منصتة ليها وعارفة انا ايه عندي صح وايه عندي مش مظبوط فمحتاج يتظبط. طبعا المجهود الاكتر احتراق اكتر، بس يكون مجهود صح. اللي احنا صح الكواليتي، الجودة. الجودة، في حد ممكن ينزل من الجيم بيلعب ساعتين نازل منهك، نازل مجهد، نازل مرهق، مش قادر يعمل حاجة، مش دي الرياضة على فكرة. في ناس بتقولك أنا عايزة أروح مفشفشة. ليه؟ مفيش اسمه كده. يعني هما متصورين إن الكسرة هي تخسف بقى وتحرق وكده. لا ده حضرتك مش مظبوط بالمرة. ده مش مظبوط. طيب احنا عندنا فاصل وهنرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا، ولسه عندنا معاكي يا كوكي كلام كتير عن الرياضة، خليكم معانا مشاهدينا بعد الفاصل.
كوكي، احنا بنتكلم طبعا عن أهمية الرياضة وان لازم كل واحدة تعمل رياضة حتى لو في البيت. ايوه، ما ينفعش كده نعيش كده. ما ينفعش كل واحدة وواحد وطفل وكبير وصغير، البشر وكل حسب امكانياته. المهم نعمل، مهم جدا ان احنا نعمل، يعني بدل ما نفضل قاعدين كده وكسلانين ومش حابين ننزل، وانا بشتغل في البيت وكفاية عليا شغل البيت، الرياضة حاجة وشغل البيت حاجة. شغل البيت مجهود واحسن من ما فيش، بس في تمرينات معينة انا لو عملت، لو رسمت في ورقة رسمة عادية، النهاردة انا هشغل رجلي، بكرة هشغل ايدي، هشغل وسطي، هشغل ظهري، المهم ان انا اكون بعمل صح. ده مهم جدا جدا. يعني ساعات حد يسالني انا عايزه اعمل تمرينات لبطني بس في البيت، انا بيكون ردي عليها ايه؟ انا ما اقدرش اقول لحضرتك لان انا عيني مش شايفاكي. يعني على الاقل خليني اشوف انت بتعملي ايه صح، اما اطمن ان اللي انت بتعمليه مظبوط اعملي في البيت، لان حضرتك ممكن بدل انا ما اصلح اضر اكتر. يعني الحركات لازم تبقى صح 100%. هو المفروض كده، هو المفروض كده حضرتك، لان حاجات كتير احنا ما بنبقاش اخدين بالنا منها. بس جميل ان احنا نلاقي حد بيفهمنا وحد بينبهنا وحد بيقول لا ده مش صح، حاولي تعملي ان ده الصح. اتليست يعني على الاقل ان انا بساعد اللي قدامي ان هو يحافظ على صحته. طيب تعالي نشوف كمان تمرين ونعلق عليه. اوكي اتفضلي. هنا بقى حضرتك يعني في تمرينات لازم تتعمل بحذر شديد. هنا لو حد عامل ركبته غلط ممكن تحصل له كارثة في ركبته. عشان كده دايما بيكون في بدايل. لو حضرتك لاحظت الركبة، الركبة زاوية قايمة اللي هي الركبة المتنية. شوفي حضرتك علشان ارجع للوضع بهدوء، كل ما كان التمرين بيتعمل ببطء وبهدوء انا بحافظ على سلامتي وبعمل التمرين صح. حضرتك دي كورة ماهيش عندي في البيت، مش مشكلة، انا ممكن امسك مخدة. يعني ابسط الامور، انا ممكن امسك مخدة وببدأ احرك نفسي يمين وشمال. لو انا عايزة اتقل هلاقي اكيد عندي حاجة اللي بيها مدرني. مش هقول حلة واحط فيها حاجة، يعني خلينا نقول مخدة تقيلة شوية، عندنا المخدات القطن. فكل حاجة، في تمرينات مش كل الناس تقدر تعملها، اللي عنده مشكلة في الركبة ما يقدرش يعمل التمرين اللي بيتعمل ده حضرتك. ده يضر الركبة. لكن في بدايل، عشان كده بنشوف. بصي حضرتك النفس، باخد نفس وانا نازلة وبطلع النفس وانا. بصي حضرتك هنا دقني مش لازقة في صدري. فساعات الناس بتقعد تحرك رقبتها فنروح رقبتنا وجعانه ومصدعه. بتروحي رقبتك. بصي حضرتك لو انا بحرك جسمي اللي فوق، شوفي الطريقه اللي انا بحرك بيها. كل ما كان التمرين بطيء كل ما انا بستفيد بيه. بصي حضرتك انا برجع للجنب وبرجع بقف في الاساسي في السنتر وبرجع، كل ده بيشغل جسمي من فوق. بصي حضرتك هنا انا ايديا الاثنين على الكوره، مش لازم الكوره زي ما احنا اتفقنا. انا هنا ده ممكن احط ايديا على الكرسي اللي ورايا واحرك رجلي. طب اسب يعني حاجه تثبتني، اسب امن نفسي وبرجع تاني وبقول بالراحه عشان ما حدش يقع. بالظبط حضرتك. والنفس بص حضرتك حركة الإيد دي مش كده وخلاص، دي ليها معنى حضرتك. حركة الإيد دي أنا لما بفتح وباخد النفس كأن أنا باخد الهواء معايا، يعني لو أنا ده كأن يعني إيحاء إن أنا كأن أنا بزق الهواء بإيدي. هنا حضرتك تمرينات التوازن والبالانس دي مهمة جدا 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 جدا. بس مش أي حد يعرف يعمل دي. ممكن نعود نعود خطوة. هقول لحضرتك على في بديل، ما أنا ممكن أسند إيدي على حاجة على الحيطة. بالظبط كده، أسند إيدي على الحيطة. هنا لما أنا بهز رجلي أنا مش بهز من الركبة، دي حاجة مهمة جدا. من فوق هنا لو أنا بفتح رجلي، لو أنا عايزة أمن ظهري ممكن أحط إيديا الاتنين على ظهري. ومش لازم أفتح بنفس المستوى العالي. اللي هي دايما حضرتك اسمع جسمي. انا اقدر افتح دي بالمستوى ده، غيري اقل
غيري أقل. كل واحد على حسب جسمه. إمكانياته. على حسب إمكانياته وعلى حسب سبب. هنا حضرتك أنا بشتغل على جسمي من فوق ومن تحت الاثنين. وهنا للجنب زي ما بحرك إيديا بحرك رجليا. النفس لو حضرتك تلاحظي إحنا بنركز على النفس لأن ده شيء مهم جدا جدا. تمام. في تمارين فيهم سهلة وفي تمارين ممكن لو واحدة بتتفرج وهي عمرها ما عملت رياضة خالص تقول لا أنا مش معقول هعرف أعمل ده. هقول لحضرتك على حاجة. أحيانا قبل الناس ما بتفكر تعمل حاجة قبل ما سمعت الكلام كله بتقولك مش هعرف. حضرتك لسه ما وصلت لكيش المعلومة كاملة عشان تقرري إنك مش هتعرفي. اتبعي التعليمات صح وقولي أنا هبدأ وما تفكريش ان انت من اول ما هتبدأي هتدخلي على المستوى ده. ده مجهود سنين مش يوم ولا اتنين ولا شهر. بس خلينا نتفق على ان في بدايل. عشان اطلع لاني اقف ورجلي تبقى جنبي وايدي وانا واقفة على رجل واحدة ده محتاج مجهود. هو حضرتك اللي بيذاكر زي اللي قاعد ما بيفتحش كتاب لا يتساوى ده بده. هي المهم ان احنا نبدأ ونستمر نبدأ ونستمر ما نبدأش ونكسل. ونسأل وأبدأ صح. وقبل ده كله برضو أبقى حبة. لو أنا حبة اللي أنا بعمله حضرتك ده في كل حاجة في نمط حياتنا. لو أنا حبة أي حاجة أنا بعملها لازم هنجح فيها. مش لازم أنجح بامتياز يعني على الأقل كل شوية هلاقي نفسي أحسن. أنا النهاردة ظهري بيترفع كده طب الحمد لله ده بكرة هيترفع أكتر الحمد لله وهكذا وهكذا. لكن أنا أعمل مرة وبعدين لا 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 ده صعب عليا لا لا نحاول. ده حتى أنا فاكرة مقولة شهيرة لدكاترة علم النفس اللي كانوا بيدرسولي بيقولك إحدى طرق التعلم المحاولة والخطأ. أحاول هخطأ مرة هحاول تاني مش ممكن بقى مش من الاول اقول لا اجرب واشوف نفسي بالظبط كده واطلب المساعده لو انا محتاجه المساعده. مش ممكن مش هلاقي حد يساعد طبعا. هل تعتقدي في مش طبعا. هتلاقي خالص اكيد هلاقي لازم. لو انا عايزه معنا تليفون. هدى اهلا يا هدى. ايوه السلام عليكم. ايوه حبيبتي عليكم السلام. إيه والله كان ليا سؤال. هل يعني انا عندي دلوقتي خشونه في ركبتي وعندي مشكله برضو ان عندي تمزق في الاربطه في رجلي. هل ممكن اعمل التمارين المنزليه دي ولا هيبقى في ضرر عليا مثلا لو انا عملتها؟ ماشي حبيبتي الف سلامة عليكي. الله يخليك شكرا. نرد على استاذه هدى. الف سلامة لحضرتك استاذه هدى. ده احنا عندنا حاجه اسمها باللغه العربيه مجموعه التمرينات الخاصه بالركبه. ده ابسط حاجه حضرتك بنصلي. بعد كل صلاه لو انا اخدت الكاوتش دي وممكن اوري لحضرتك البوزيشن وانا قاعده على الارض مش It's okay. مش هينفع اوكي okay. لو انا قاعده بعد ما خلصت صلاه وحطيت دي تحت الركبه ام سوري لا وجبت الفيت بتاعتي اقصى حاجه عليا ثبت وايدي الاثنين جنبي الوضع يكون صح واعمل دي مفروده بوينت اند فليكس. بس اعملي تاني بقى عشان الكاميرا تجيب رجلك لسه هتجيب اهي وري بقى مفروده واجيبها عليا هي مفروده وبجيبها عليا يبقى معايا حضرتك حزام او اي حاجه لو انا ايدي يعني انا ممكن ايدي اجيبها هنا بس انا مش هحط ايدي على الشوز عشان مش لو انا معايا رباط او اي حاجه وجبت الرباط من تحت رجلي وثبت كده حضرتك لو بتعملي معايا التمرين ده دلوقتي القوه كلها هنا بقوي الاربطه اللي ماسكه الركبه كلها. حضرتك مشكله الركبه هي ممكن تكون تنتبه ان الكعب العالي لا لو بتطلع سلم وتنزل حضرتك عندك فكره ان في طريقه لطلوع السلم ونزوله؟ ايه بقى؟ ما ينفعش انا انزل السلم بوشي كده. لازم ابقى وربه شويه. انزل بالورب. ما في السلم احنا ما ننزلوش كده ده بيحمل على الركب طبعا. وبعدين التمرينات اللي فيها اي نط مش المفروض انها تعملها. ليها بدايل
من الحاجات المهمة كمان وزنها ما يكونش زيادة. الوزن عدو الركبة والظهر وعدو الصحة الوزن الزيادة. قبل أي حاجة، قبل أستاذة هدى ما تفكري في حاجة أنا مش عارفة وزنها قد إيه، مهم جدا جدا حضرتك تحافظي على إن وزنك ما يزيدش. وقبل حاجة الدكتور يحدد لحضرتك إيه طريقة العلاج. أنا فدت حضرتك في حتة التمرينات وكل حاجة ليها حل. طيب معانا أسماء، أهلا بيكي. ألو. أيوة حبيبتي اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. أهلا سلام حضرتك. أهلا حبيبتي اتفضلي سؤال. أنا دلوقتي عندي مشكلة إن أنا حالا حامل، بس طبعا مع الحمل فيه زيادة وزن طبعا. والمشكلة حاجة إن أنا يعني أنا عندي مشاكل برضه في موضوع الركبة، وعندي أعصاب رجلي ضعيفة، فلازم أعمل تمرينات أو أحاول إن أنا ما أخليش وزني غصب عني يبوظ يعني. بس الحمل بتاعي صعب شوية، فيه مشاكل مش محتاج مجهود، فأنا عايزة أعرف لو في شوية تمرينات أو حاجات أقدر أعملها ما تكونش يعني فيها مجهود وإفرتس جامدة عليا، وفي نفس الوقت إن أنا أقدر إن أنا أحافظ على الموضوع الوزن أو أمشي بالمعيار اللي هو مناسب ليا. ماشي يا حبيبتي، ألف مبروك وتقومي بالسلامة حبيبة قلبي. اتفضلي. كنا بنتكلم أنا وحضرتك قبل ما ندخل على الهوا على الحمل. طبعا احنا هنا بلاش، احنا مصر العرب ثقافتنا انت حامل نامي على ظهرك يا حبيبتي، اوعي تتحركي خاصة في الشهور الاولى لحسن البيبي ينزل. انت نسبة كبيرة بتقول كده طبعا، اطلاقا ما فيش اسمه كده. قبل ما ادي اي نصيحة لاي حامل لازم تجيب لي تقرير من الدكتور بتاعها. بناء على تقرير الدكتور اللي كاتبه بيقول ايه مرفوض للاستاذة انها تعمله، لان مهم جدا الضغط، الوزن، حالة الجنين. مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، انا دي ثقافتي ما بعرفش اقول ما ينفعش. من اهم واروع واجمل التمارين للحامل البيلاتس واليوجا. بفكر حضرتك تاني بتقرير من الدكتور قبل ما افكر ان انا اعمل لها اي برنامج، دكتور هيقول لي حالتها بالنسبه للحمل ماشيه ازاي. ده مهم جدا. لكن طبعا لو ما بتقدرش تقف تقدر تلعب وهي قاعده زي ما شفنا، وتقدر تلعب وهي نايمه، وتقدر تلعب وهي واقفه. الرياضه لوحدها لا تكفي، النظام الغذائي طبعا، النظام الغذائي مهم جدا جدا جدا. واحنا ان شاء الله هنعمل حلقه مخصوص للرياضه الحوامل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك إن شاء الله. جدا يا كوكي، ولينا لقاءات تانية كتير إن مع بعض ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي لحضرتك وللساده المشاهدين، ميرسي قوي قوي. شكرا. احنا هنطلع فاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل هتكون ضيفتنا خبيره التجميل نرمين عاطف، وهنتكلم عن نصايح كتير للبشره. خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الثانية النهاردة في حلقتنا الخاصة عن المرأة، وهنتكلم عن البشرة وإيه الجديد في طرق العناية بالبشرة مع خبيرة التجميل نرمين عاطف. أهلا بك يا نرمين. أهلا بك يا دعاء. طبعا البشرة هي حاجة أساسية جدا عند كل الستات، وحتى دلوقتي كمان ملاحظة الرجالة بدأوا يهتموا كمان بموضوع بشرتهم والتجميل وكده. ضروري. ضروري فعلا. وعايزاكي بقى تقولي لنا الأول، من سن كام الست المفروض تبدأ تهتم ببشرتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الاهتمام بالبشرة مختلفة. في الاهتمام بتاع سن المراهقة، ده يبتدي من سن حوالي من 13 ل 15 سنة كده البداية. ده بيعتمد على جودة البشرة، مشاكل الهرمون، النمو، كل ده بيؤدي لعوامل لازم هي اللي بتحددي أنا هبتدي بالظبط من سن كام. بنبتدي بالتنظيف، التنظيف العميق، بس لازم يبقى حد خبير، لأنه التنظيف لو لا قدر الله اتعمل غلط يؤدي لمشاكل أصعب من مكانة البشرة. فطبعا بتلاقي حب الشباب بيطلع ضروري عند المراهقين في حالة تغيير الهرمون والتغيير الأحوال الجسم كلها الداخلية، بتأدي إن دايما بيطلع عندهم النقط اللي هي البلاك هيدز، الرؤوس السوداء ورؤوس البيضاء، والأكنة اللي هي الحبوب.
فده طبعا بيستلزم لازم انك تنضفي تنظيف عميق، بس نرجع نقفل المسام مظبوط بماسكات بقى بدرايه بحاجات قابضه للبشره مره تانية. طبعا الاعتناء في البيت ده اساسي، ان هي مثلا في خيار في البيت بحط ماسكات خيار، في حاجات طبيعيه كلها نشا بشويه لبن بسيط قوي، الحاجات بقى الماسكات الطبيعيه اللي كلنا اشهرهم العسل والزبادي، العسل والزبادي، كل الخميره، كل ما هو الترمس، كل الحاجات دي بتستخدم في البيت. ده حاجه يعني بروتوكول، نعتبر ان ده بروتوكول حياه، ده مهم يعني جدا. كل قد ايه بقى؟ اسبوع؟ وهي صغيره تبقى دايما؟ لا مش كل اسبوع ولا اي حاجه، بالعكس كل يومين ثلاثه. ايه ده؟ بنحط ماسك. هو بيعمل ايه؟ بيعمل تنقيه، وعلى حسب نوع البشره، بشره مختلطه، احنا كل الكلام ده حافظينه، بشره جافه وبشره مختلطه. لا انا عندي هنا اللي هو اللي بيسموه تي. فالكلام ده دهني بس الباقي كله جاف. انا اهم حاجه عندي ما سيبش بشره جافه نهائي. يعني الميه اساس ان انا ارطب البشره، فدي ترطيب داخلي. بعد كده الترطيب الخارجي، انا ما سيبش عوامل الجو تأثر على بشرتي واسيبها كده معرره، يعني ما فيش ولا اي حاجه تحافظ عليها. هطلع في الشمس مهما كنت صغيره لازم احط بروتكشن، لازم احط حاجه فيها UV SPF UV UVA UVB، الحاجات كلها اللي بتحمي، كريمات الحمايه من الشمس. لازم، دي أساسية. لان احنا شمسنا حارقه واصبحت حارقه اكتر واكتر من زمان، فلازم ده يبقى شرب الميه وتنظيف البشره من سن صغير جدا. طب من سن 18 سنه ابتدي الانتي ايجينج كريمز، اللي هي الكريمات المضاده للكبر، اللي هي بسميها بريفنترز، كلها كريمات حاميه للبشره. ما بقدرش اقول انه اما استنى لما البروبلم تحصل، انا مش هستنى لما المشكله تحصل، لا بل بالعكس، طول ما انا باديه من بدري انتي ايجينج سيستم محترم يبقى لا يمكن هعاني لما هكبر. لاحظي ان الجسم للمراه العربيه والمصريه احنا بنحب الخلفه، فبنتعرض لمهالك كتير للجسم كله، مش بتكلم على البشره. ميزه الجلد اللي اعتنى بيه انه بيظهر جمال البني ادم، لانه اكبر عضو في اعضاء جسم الانسان هو الجلد، هو اللي بيكفر الجسم كله، فبالتالي انا لازم اعتني بيه علشان يبقى نفس الشكل جميل وبريزنتبل كده، يعني شكل حلو في اي حاجه انا هحطها عليه، سواء هدوم سواء ميك اب خفيف قوي. مش مطلوب ان انا اقعد احط مستحضرات تجميل طبقات فوق طبقات علشان اداري عيوب، لا، هو المفروض ان انا احل المشكله واعالج المشكله. فده بالظبط مبدانا احنا في الاتيليه عندنا، ان احنا دايما نعالج المشكله مش نحاول نداري عليها. طيب قولي لي بقى ايه الحاجات الجديده دلوقتي في العنايه بالبشره غير الطرق اللي هي الطبيعيه بتاعه البيت؟ دلوقتي من سن 18 سنه زي ما اتكلمنا، في حاجه اسمها الاكسجين كريستال كلير. الاكسجين تريتمنت او الاكسجين ثيرابي ده ميزته ان هو بيدي كل الانواع العنايه بالبشره من غير اي تدخل كيماوي، فبالتالي الانجريدينس او المكونات بتاعه السيروم اللي بيتحط على البشره في العلاج ده بيبقى كلها 100% طبيعيه. بالتالي انا بحافظ، بدي لوك للبشره جميله قوي قوي، وبدلها زي بيسموها يعني طله. بيبقى glowing skin، بيبقى شكل الجلد نفسه معتنى بيه، مترطب قوي قوي قوي. لو في حبوب بعالجها لان هو انتي بكتيريال، ضد البكتيريا. احنا شايفين هي الصوره دي عباره عن ايه؟ ده before and after. بيفور العلاج اللي هو بتاع الاكسجين تريتمنت، وبعده احنا لو نلاحظ ان كل اللي احنا شايفينه، طبعا كلهم حوالين العين، الصور دي والبق، كلهم حوالين العين والبق والرقبه. المنطقه بتاعه الرقبه دي مهمه جدا، احنا بنتغافل عنها على فكره. احنا دايما حتى لما نحط كريمز ما نجيبش على الرقبه ابدا. ايوه، مع ان مهم جدا ان انا اخد الرقبه مع الوش، لان هي دي كلها تون واحد. يعني كلها قماشه واحده. فلازم اعتني بيها كلها. لو تلاحظي انه مفيش اي حاجه يعني مبالغ فيها، ولا اي حاجه اصطناعيه، ولا اي لوك
مختلفة عن الطبيعي، مفيش أي نفخ، مفيش أي تعلية، مفيش رفعت حاجب مش طبيعية، كلها حاجة طبيعية 100%، بس أنا بحسن نوع البشرة فبيديني نتائج حلوة جدا. يعني هو كأنه ماسك عميق. هو الحقيقة هي 6 جلسات ورا بعض، بيتاخد الأكسجين اللي موجود في الجو في الماشين في المكنة، وبيتعمل له فلترة على أعلى مستوى، بيتحط في حاجة كده بتختزن الهواء، وأنا باخد الهواء أحطه بالسيرم على الوش والرقبة، فبالتالي هدخل السيرم ده لأعمق درجات ممكن بقى يصل لها سيرم. فطبعا كل ده بيعمل إيه؟ بيخلي الكولاجين يشتغل جامد جدا، فيعيد الإحساس بالرفعة بتاعت الوش، ما يخليش فيه علامات محفورة، ما يخليش الحاجب مهدل فبالتالي العين مكسورة، ما يخليش حوالين العين يبقى غامق، ما يخليش خالص جفاف في البشرة ولا حبوب زي ما اتفقنا ولا أي شيء. فبالتالي أنا بصل لكل اللي بيتعمل بالحاجات الكيماوية، بس بعملها بالحاجة الطبيعية، وزيادة عليها أنا بفتح لون البشرة قوي، لأن هو بيشيل كل الخلايا الميتة. طيب إحنا معنا تليفون وبعدين نكمل كلامنا. مروة أهلا بيكي. أيوة حضرتك. أيوة حبيبتي اتفضلي. إيه لو سمحت، معلش أنا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. شكرا يا حبيبة قلبي. بس معلش ممكن بس أسأل الدكتورة معلش على سؤالين؟ معلش اتفضلي اتفضلي. لو سمحت يا دكتورة، أنا عندي حبوب في وشي، فجيت كنت رحت للدكتورين، ففي أول دكتور كتب لي نيتلوك على دواء نيتلوك 40 ملي، بس بصراحة ناس كتير حذرتني منه بعد كده، فمرضيت أخده عشان الأعراض الجانبية كتيرة بتاعته. بعد كده رحت لدكتور تاني كتب لي على كذا حاجة، كان منهم اللي هو أدريم. أدوية يعني كلها أدوية؟ حضرتك عمالة بستخدمه كده، فمجرد كلها أدوية. أوكي. مساج على كده، كريم مسكح للبشرة وكده، بس مفيش أي نتيجة خالص جايبة معايا، ومجرد ما آكل أي شوكليت أو كده بتطلع لي الحبوب بطريقة رهيبة. طيب أنا هرد على السؤال ده سؤال مهم قوي، لأنه في حقيقة الأمر إحنا أي حاجة بنحطها جوه البوكس بتطلع تنضح على برا البوكس. فأنا عايزة برضو أوجه أنه موضوع اللي أنا باكله هو أساس، يعني أنا لو بشرب مية كويس قوي وبتفادى الدهون وبتفادى الأكل اللي هو اللي مليان فاتس وحاجات كده، وبكتر قوي من الخضار والفاكهة والحاجات اللي إحنا فاهمين وعارفين كويس قوي إن هي الأصلح لينا، هو ده عامل أساسي. فأنا عايزة بس أوجه إنه بدل ما أقعد أحاول أصلح من برة واخد أدوية وحاجات كده، لا، أنا خليني أراقب الأول أنا باكل إيه وإيه المختزن في جسمي. ودي وصلتنا لنقطة مهمة قوي، من حين لآخر عشان البشرة تبقى نقية فعلا لازم أعمل حاجة، عملية غسيل للبادي ده كله. الغسيل ده بيبقى عن طريق ان انا بتناول عصائر مكونة من خضار وفاكهة ببروتوكول مدروسة جدا 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 لمدة 3 أيام، وما بتناولش وجبات نهائي. العصائر دي انا بعملها في البيت، يعني بمكونات طبيعية جدا من السوبر ماركت العادية. الفايدة فيها تنقية للبشرة جامدة جدا، ان انا اتخلص خالص من الحته الغامقه اللي حوالين العينين، ان اتخلص من التجاعيد، ان انا اخلي الشعر ينبت تاني، احسن الضوافر جدا. كل الكلام ده اولا حتى الشيب بتاع الجسم، شكل الجسم بيتاثر جدا، بتلاقي الوش نور بطريقه رهيبه، والجسم ابتدى يشيل السموم اللي مختزنه جواه ويتخلص منها تماما. فأنا أدي فرصة إن أنا الأول أنظف المخزون خالص خالص، وابتدي أراقب أنا بحط إيه في البوكس، يعني أنظف وبعدين وأنا بملى تاني أكل صح وأشرب صح. وبعد كده في حلول بسيطة قوي زي حبوب الخميرة بيرة، الناس بتنساها مع إنها رخيصة جدا ومتواجدة يعني طول الوقت، وبتخلي الهضم رائع، فبالتالي ما بتخزنش حاجة تعمل لي دهون فتراكم بقى مشكلة حب الشباب والنقط السوداء نقط البيضة. هي زمان كانت الناس أغلبها بتعمل حكاية الخميرة دي الحدية الصبح على الريق.
هي الحقيقة مزعجة، يعني مزعجة فعملوها في حبوب. بالظبط، حبوب هم 6 حبايات في اليوم، وبيتاخدوا 2 2 2 لمدة ايه؟ على طول. اصل دي انا بالنسبة لي ما فيش اي مشكلة في الخميرة، هي بتساعدني في الهضم. وهي بتتاخد بعد الاكل؟ انا بصراحة بشوفش، انا بشوف ان هي خفيفة، يعني لو مزاية وخدت بعدها حبوب الخميرة بالتالي ما فيش اضرار، يعني لان هي حتى ما فيهاش حمض او فيها حاجة، خفيفة خالص. وبعدين بعد كده اقول انه انا بعد ما دورت على الاسباب الداخلية ابتدي بقى احافظ على الترطيب والبروتكشن، برضو ان انا احمي البشرة باي سان سكرين او كده بتستخدمه، وياريت لو يبقى طبي يعني مش الحاجات الكوميرشال. زائد انه هي الكريستال اكسجين تريتمنت ده هيساعدها جدا، لان انا بحط السيرم على الحباية وببلوم، السيرم بيدخل تاني يوم تلاقي الحباية دي قشرت واندثرت. فجات لي الحقيقة كلاينتس كتيرة جدا عندهم حب الشباب لغاية حاجات 20 يعني اواخر 20، فدي مشكلة مزمنة. فابتدينا نعالج دلوقتي حب الشباب بقى بيطلع عند ستات في الثلاثينات وبعد ما يخلفوا هرمون. كمان طبعا طبعا، بس ده بتعالج، بتبقى حاجات بسيطة خالص ونبتدي نعالجها على طول، وبعد ما بتقشر وبتروح بتبقى بسوى الجلد مع التنظيف البشرة. خلاص انا رجعت الجلد كله تون واحد، كله لون واحد، مفيش اي بقع او اثار او كده. فانا نصيحتي ان هي تراقب الاول بتاكل ايه، وبعدين تبتدي بالخميره، وبلاش الحاجات الكيميكلز دي، الادويه كتير. واحنا هي لقيت اعراض جانبيه كتير، ودي حقيقه الامر، ان دايما يقولوا حتى لا ما يحصلش زواج في الوقت ده، لاحسن يحصل حمل فيحصل تشوه اجنه بعد الشهر. فاحسن ان انا اتبع الاساس في اني انقي الداخل، علشان دايما اللي باكله يبقى بيساعدني على نضاره البشره. معانا ام امل، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا يا حبيبه قلبي، اتفضلي. الله يخليكي. معايا امل في اولى ثانوي. من سنه دكتوره بدا يظهر في وشها حبوب خفيفه. ما هو في السن ده بيبقى فيه حبوب الشباب. ولونها خمري، فنفسها البشره تفتح معاها، فبنتمنى يعني ايه اللي ممكن تستعمله عن تفتيح البشره كده. عايزه تفتح درجات تتفتح. اللون ما هو طبعا بصي، الزبادي والعسل والليمون، دايما الزبادي والعسل والليمون ده حاجات بتفتح البشره فوق ما تتخيل، ماسك كماسكات. اما بالنسبه للحبوب فالخيار قابض للبشره جدا. برضو نراقب، نرجع نقول نراقب بناكل ايه وبنشرب ايه. موضوع انه انا باخد سكريات من الشوكولا والحاجات دي في سن المراهقة، هو كلنا بنحبها طبعا، بس هي ممكن الفاكهة تديني برضو سكر حلو قوي قوي قوي، العسل الابيض والعسل الاسود هيديني حديد وسكر وكل حاجة، ويعني واستعيد بيهم عن الحاجات المسببة لزيادة في الدهنيات في الوش. لو في حبوب وفي حب شباب لازم يتنظف ما يتسبش، لان دي بكتيريا مختزنة بدهون واختلطت كمان بأتربة، فهي اوريدي هي عندها بكتيريا كتير لازم نتخلص منها. بس اهم حاجة نرجع نقول لازم نقفل المسام مظبوط، لازم نعمل ماسكات علشان تقاوم المشاكل بتاع البشرة. احنا نرمين، وقت حلقتنا خلاص بيخلص، لو حابة في الاخر تدي نصيحة عامة كده للبنات والستات للعناية بالبشرة. انا هقول الحقيقة النصيحة للعناية بالجسم ككل، لان هو نعمة وربنا سبحانه وتعالى ادهلنا امانة، والمفروض نسلمها زي ما خدناها تقريبا يعني. فانا رأيي الشخصي انه قبل ما البنوتة او السيدة المرأة العربية والمصرية تدور على صرف الفلوس كتير قوي في الماركات وفي الميك اب اللي يداري وفي الحاجات، بقوا دلوقتي بيلجأوا لامور كتيرة جدا جدا كلها غير طبيعية علشان يصرفوا فيها الفلوس، انا رأيي نصرف الفلوس هي في العلاج، علاج المشكلة من أساسها. لأنك لو الجسم مظبوط أي حاجة هتلبسيها مهما كانت رخيصة هتبقى جميلة جدا عليكي، ولو البشرة صحيحة تمام أي ميك اب روتوش بسيطة ده لو قلم كحل هيبقى في منتهى الشياكة والجمال. فنكتفي بهذا القدر من الحلول اللي هي السريعة، عشان الحلول السريعة اللي بتداري المشكلة، إنما عمرها ما بتحل من الجذور. فمن فضلكم بس نعتني بالأساس
عشان هو اللي هيديكي فعلا اللي بعد كده واللي بعد كده واللي بعد كده، وهيخليكي دايما حاسه انك شباب. مفيش مشكله يعني. بشكرك جدا يا نرمين، وبشكر كل مشاهدينا، ودايما معاكم حلقات المرأة في برنامجنا النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ميرسي ليكي.